انت تعاملت مع موسيماني وتعاملت مع كولر، تمام الفارق الفارق ما ينفعش اتكلم بصراحه قوي، بلاش بصراحه قوي، قول لانه كده واحنا يعني نستنتج. يعني التقييم يعني نعم بيبقى صعب شويه، لكن ما فيش مدرب بدون سلبيات واخطاء، اكيد تمام، ده عنده سلبيات نعم وده عنده سلبيات، لكن كولر مخلص في شغله، و موسيماني موسيماني كان تورست تورست معظم وقته، اجازات كل اجازه واجازه تلاقي بينها اجازه، كل اجازه واجازه تلاقي بينها اجازه. بس مره جرب. سالته قلت له طيب انت بتاخد اجازه ليه؟ قال لي عشان الماتشات كتيره وضغط ومش عارف ايه وكده. قلت له طيب في عندك لعيبه ما بتلعبش تاخد اجازه ليه؟ قال لي لا اللعيبه دي كلها جاهزه. قلت له طيب الاجهزه مش عايز اقول اسمها ايه يعني، نعم جي بي اس والبتاع والحاجات دي اللي شبه البتاع ده، نعم قلت له بتدي لك القراءات سليمه؟ قال لي قلت له السليم وبيلعب زي اللي قاعد ما بيلعبش؟ قال لي، قلت له حاجه من اتنين، يا اما الاجهزه دي بايظه يا اما اللي بيقرا ما بيعرفش يقرا، لان مش ممكن لعيب ما بيلعبش وتيجي تقيس له يطلع قياساته زي لعيب اللي بيلعب، يبقى في حاجه هنا مش قام رجع قال لي لا اصل دي حته بقى نفسيه، عشان اللعيب لما يحس ان هو يعني ما بيلعبش وما بياخدش اجازه فبيجي لك يعني مكشر بس وزعلان. جماهير الاهلي متدين بالفضل لموسيماني انه اعاد لك بطوله افريقيا بعد غياب سنوات، منها بطوله القاضيه على حساب الزمالك، البطوله اللي بعدها على حساب كايزر تشيفز اللي لم تخن الذاكره، فاز بالسوبر، فاز بكاس مصر، فاز بعدد كبير جدا من البطولات، وكتير جدا بيقولوا انه مدرب تكتيكي واعي وشاطر وحاذق يعني، وانه كان ليه دور كبير جدا في انتصارات النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد نعم حقق بطولات وكده، لكن في 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 نفس الوقت عندك محمد يوسف حقق بطولات، حسام البدري حقق بطولات، نعم زيزو حقق بطولات، فتحي مبروك حقق بطولات، نعم شوقي غريب، انور سلامه، كل المدربين حققوا بطولات، نعم فاهمني؟ يعني عايز اقوله ايه، انه تاني هتخلينا اقولها، يا بخته يا سعده يا هنا، نعم النادي الاهلي يخلي اي حد ياخد بطوله يا كابتن احمد، نعم صحيح. يعني المدرب اللي بيجي بيلاقي لبن العصفور بس عنده. يقول لك انت كان بقالك 7 سنين ما خدتش بطوله افريقيا وخدتها معايا. طب خدتها معاك، ده حظك انك انت بقى خدتها معاك، انت حظك. طب بعد كده يقول عملت لك ايه؟ شغلي مش حظي. طب بعد كده عملت ايه؟ طيب انا احكم عليك بشغلك معايا وشغلك بره، نعم، او شغلك في اي مكان. نعم راح مع احترامي ليه يعني، هل حقق انجازات؟ هو وغيره على فكره، انا مش بتكلم على موسيماني بس، كل المدربين اللي جم من النادي الاهلي لما طلعوا من النادي الاهلي منك ما حزبرك. عملوش انجازات، نعم مش بس المدربين، حتى اللاعبين. نعم وكأن المجموعه دي بتلبس لبس السوبرمان في لما النادي الاهلي. بيخشوا في النادي الاهلي، ولما بيقلعوه يطلعوا بره بيبقوا اقل من العادي.